نعم، هي خطوة من خلال الثمار التي كانت موجودة من خلال العلاقات ما بين الشقيقتين الأردن والعراق من خلال الاجتماعات المتعددة على الجانب الاقتصادي بشكل خاص من خلال القمة التي عقدت قبل أشهر من خلال جلالة الملك العاهل الأردني، وأيضا لقاء عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري والرئيس العراقي الذين تواجدوا في بغداد. جانب من هذه الاجتماعات يعني ولدت حالة من الأمل من خلال اليوم استئناف العمل بشكل جيد وبشكل منفتح أكثر على حدود إطريبيل الكرامة الأردنية التي سمحت للشاحنات الأردنية والعراقية تبادل البضائع والدخول إلى مصدر البضائع والعودة بها إلى عمان، وبالعكس أيضا. هذا القرار لاقى استحسان من خلال تجار وأصحاب مصالح وبضائع، ولدي الآن نحن الآن على باب جمرك عمان الساحة التي تنطلق إليها الشاحنات محملة إلى الحدود العراقية وإلى الحدود الأخرى. ينضم إلي الآن عبر الهواء مباشرة مزارع وتاجر يحدثنا عن أهمية هذا القرار. السيد كفاح العمايرة، بنحكي لك مبروك مبدئيا، وماذا تعني لكم أهمية هذا القرار من خلال عودة النقل بشكل مباشر ما بين العراق والأردن؟ بصراحة هذا القرار بيخدم البلدين، والجهد الكبير لجلالة سيدنا والحكومة الأردنية، هذا بوفر علينا مصالح كثير بتكلفنا كلف باك تو باك. الآن إحنا بضاعتنا بصير تطلع من العراق مباشر إلى المستودع أو المزرعة، والتاجر العراقي بضاعته بتطلع من عمان سواء صناعة أو تجارة بتطلع لبغداد. هذا القرار بنرحب فيه وإشي كويس، وبيعمل كلف توفير كثير على المزارعين وعلى التجار وعلى كل المصانع. تمام. هناك تخوفات ربما من بعض ناقلي البضائع أمنيا أو بخصوص جائحة كورونا، هذه الأمور تم تنسيقها وتم النظر إليها بشكل إيجابي على الالتزام وأيضا أخذ الحيطة والحذر من خلال التبادل التجاري ما بين الدولتين؟ طبعا الدولة حريصة على هذا الموضوع، والأمور كلها مضبوطة 100%، وإن شاء الله اليوم أول يوم وبكون خير علينا وعلى الشعب العراقي وعلى الشعب الأردني بجهود حكومتنا الفضيلة. شكرا سيد كفاح العمايرة. إذن كما استمعت يعني هناك أمل جديد، هناك نظرة مختلفة، التبادل التجاري تعرض لانتكاسة كبيرة ما بين الأردن والعراق ما قبل كورونا بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها الأراضي العراقية، إضافة إلى ذلك دخول جائحة كورونا على العالم بأجمع وكان لها الأثر. التبادل التجاري بين الأردن وبين العراق وصل إلى 466 مليون دولار أو دينار أردني عفوا من خلال قبل الدخول بجائحة كورونا، وهذا العدد والرقم يعني واجه انتكاسة كبيرة جدا مع وجود الظروف الأمنية. الشاحنات انطلقت منذ الصباح وتنطلق بشكل متتابع باتجاه العراق، وأيضا الشاحنات العراقية تدخل إلى الأردن بعد سريان هذا القرار. وهناك أيضا سيكون خلال شهر تقريبا اجتماع على مستوى الدولتين للإعلان عن افتتاح منطقة اقتصادية أردنية وعراقية على كلا الساحتين، ليكون هناك تبادل تجاري أوسع وعلى نطاق أفضل ما بين الدولتين، وتعويض ما فات من خسائر وانتكاسة بسبب الأوضاع الأمنية في العراق وبسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم ب 2019. إذن من عمان يوسف البستنجي مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.